السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. النهاردة يا جماعة حابين إن احنا نشرح إزاي نصمم لوحة من البداية للنهاية، إزاي نصمم لوحة على برنامج الفوتوشوب من البداية للنهاية. أنا جالي زبون او جالي شخص عايز يصمم لوحة، عرض عليا ان انا اصمم له لوحة، فالبيانات باخدها منه، بعرف ان كانت اللوحة بانر، فيليكس، ايا كانت. مثلا طلب مني لوحة بانر، قال لي مقاس اللوحة 5 متر في متر، مثلا 5 متر في متر، فانا باخد البيانات عندي وبكتب 5 متر في متر، وباخد البيانات اللي هتنكتب في اللوحة، واعرف المجال اللي شغال فيه الشخص ده ايه، وببدأ ان انا اخد منه البيانات وادونها عندي. فهو قال لي مثلا لوحة 5 متر في متر، فانا باجي هنا كده بفتح الفوتوشوب، وباجي هنا على فايل نيو، وبعد كده بفتح الفوتوشوب، بفتح بتفتح قدامي كده النافذة دي، بضغط هنا في هنا بيكسلز وانش وسنتي، فاحنا هنختار بالسنتي بالسنتي، تمام. هنا هنختار مثلا، هو قال لي 5 متر، يبقى 500 في العرض بتاعنا، ده العرض بتاعنا وده الطول الارتفاع، 5 متر مثلا في متر، ونخلي دي 72. اهم حاجة ما تزيدش هنا عن 100، يعني امجي سايز هنا ما تزيدش عن 100، فهي 5 متر في متر ممكن تمشي 72، لكن ما تعملهاش 300. هتيجي تبص تلاقي هنا ايه، التصميم تقيل معاك ومش هينطبع كويس لما تيجي تطبعه، وهيبقى حجمه كبير جدا، فانت بتخلي دي 72. دي مثلا الشخص قال لي انا عايز لوحة 2 متر في متر مثلا، نقوم ضاغطين هنا 200 والارتفاع متر، تمام. ونخلي بالنا ان احنا واحنا بنصمم لازم أن تكون ار جي بي دي، طالما انت هتطبع طباعة بانر او فليكس تخليها سي ام واي كي، اللي هي 4 لون، اللي هي دي 4 لون، سي ام واي كي اللي هي الالوان، ار جي بي اللي هي 3 لون، ار جي بي اللي هي 3 لون. ار جي بي بتبقى الالوان ممكن تكون فاتحة شوية، فانت بتختار ايه، سي ام واي كي طالما هتطبع. بس احنا هنصمم تصميم بس دلوقتي ومش هنطبعه، فبنختار ار جي بي، وبنبدا ان احنا نضغط اوكي. هتيجي عندنا التصميم او الشكل عندنا قدامنا هيكون بالشكل ده كده، تمام. احنا اخدنا المقاس بتاعنا مظبوط، وعايزين نبدا في تصميم لوحه هتتحط على محل، وليكن مثلا المحل اسمه مثلا كوافير مثلا. احنا الكتابة عندنا بتكون صغيرة، الكتابة عندنا بتكون صغيرة، فبتكتب أي كتابة كده بسرعة كده، وبعد كده بتضغط على العلامة دي اللي هي الموف تول، وبتدوس كنترول وتي، كنترول وتي، وبتبدأ إن أنت تكبر أهو، بتبدأ إن أنت تكبر الكتابة بتاعتك، وبعد كده بتضغط إيه؟ دبل كده على الماوس. الكتابة بتاعتنا قدامنا دلوقتي موجودة فعلا، لأن هي اللير بتاعها موجود هنا اهوت، ولكن هي باللون الأبيض. فاحنا لو جينا دوسنا هنا كده لازم نحدد الأول اهو، edit type، ونحدد هنا اللون مثلا أحمر، اوكي اللون أحمر، اوكي اهو، ونضغط اوكي. الكتابة جت لنا بالشكل ده، بقت واضحة قدامنا. فاحنا نبدأ نعمل كده، هنكتب مثلا اهو، هنضغط، ضغطنا على الكتابة دي، وهنضغط edit تيب تايب، ونكتب مثلا كوافير، كتب بالانجليزي فهنغير طبعا، كلكم عارفين التغيير، كوافير مكة مثلا، كوافير مكة، ونبدأ ان احنا نكبر الكتابة بتاعتنا بحيث انها تكون فيها نسبة وتناسب، مثلا فيها نسبة وتناسب. احنا عايزين الكلمة الكبيرة، كوافير مثلا، كوافير ليلة العمر مثلا، هنشتل دي كده مثلا، احنا عايزين الكلمة الكبيرة اللي هي اسم الكوافير نفسه،
فانت بتبدا تعمل كده. احنا بنتكلم يا جماعه على الناس المبتدئين، يعني احنا ممكن نعمل تصميم جبار وكل حاجه بس مش هنعمل الكلام ده، احنا هنحاول ايه نسرع في الفيديو عشان الناس المبتدئين يفهموا معانا. اهو عندنا الكتابه دي في لير اللي هو اللير ده، وعندنا الارضيه اللي هي دي، فاحنا هنخلينا على اول لير اللي هو الاولاني ده، تمام. واحنا لسه ما عملناش في الخلفيه حاجه، بنعمل بس الكلمات اللي هي ايه الرئيسيه في اللوحه. كوافير مثلا ليله العمر. بنبدا ان احنا نختار الخط ازاي، بتعمل سيلكت كده على الكتابه بتاعتك وتيجي هنا كده في المنطقه دي، هنا مكتوب سلطان بولد اللي هو اسم الخط ده، تمام. بتدوس هنا كده وبتبدا تبحث عن اي خط انت عايزه، اي خط انت عايزه. مثلا بتكتب هنا، بنجيب مثلا الخطوط دي كويسه جدا، فاحنا هنختار منها خط ونبدا ننزل كده اهو. دي الخطوط اللي هي هكين ومش عارف ايه، فاحنا هنختار خط يكون شكله حلو اللي هو مثلا الخط ده. اللي حابب نوع الخط يا جماعه واسم الخط اسمه جي اي اس اس 2. بنبدا ان احنا نختار كده خط مثلا يكون كويس. انا في اللوحات الاعلانيه بحبذ ان هو الخط يكون واضح وجلي للجميع، فبختار اللي هو خط سلطان بولد او المتين اللي هو الخط ده، بيكون شكله واضح وصريح للجميع يعرف يقراه يعني. تمام، ليلة العمر مثلا، كوافير ليلة العمر. احنا قلنا هنخلي التصميم عادي خالص، هنخلي التصميم عادي خالص. ومثلا قال لك هنا ايه مثلا زفاف، مش زفاف، تسريحات عالمية مثلا، ومش عارف هما بيكتبوا ايه، بروتين، وصبغات مثلا. مثلا انا برتجل قدامكم يا جماعه، فبنخلي الكلام ده مثلا صغير هنا كده. التصميم عشان يكون كويس وعشان يكون مقروء للجميع لازم يكون فيه صوره، او لابد يكون فيه صوره. بنجيب الصور ازاي؟ احنا طبعا يا جماعه في حاجه لازم نقول عليها، لازم نقول عليها اللي هي لازم بتسيب من داير ما يدور، لانك بتعمل لوحه مثلا بانر فهتشد على شاسيه حديد او هتشد على خشب، فانت بتسيب هنا من داير كده مسافه. اللي هي المسافه ازاي؟ بتضغط كنترول وار بتظهر عندك المسطره دي والمسطره دي، فانت بتاخد مسطره من هنا كده تقريبا 5 سم ايه بالنظر كده، وهنا برضو مسطره زيها اهي مثلا، بحيث ان انت هقول لكم دلوقتي ليه اهو مثلا اهو، والمسطره تبقى باينه هنا المقاس بتاعها، بحيث ان انت مثلا ما تجيش مثلا كده كوافير وتقوم عامل كده اهو مثلا كوافير اهو، وتيجي مثلا تخلص اللوحه وتطبعها والدنيا تمام، وتيجي تشدها تفاجئ ان انت بتشد اصلا على حرف الكاف من هنا والنقطه بتاعت الفاء من هنا، فانت بتسيب فراغ كده ومسافه عشان الرؤيه بتاعت العين تكون تعرف تقرا الكلام، وتكون برضو بعد ما تطبع الكتابه بتاعتك تكون الكتابه واضحه ومش متاكل نصها زي ما بيقول. هنا كده بنكبر دي مثلا، بنعمل مسافات كده اهو مثلا، وهنا مثلا، يعني ايه بنقول، احنا بنقول مش بنصمم تصميم اللي هو يعني عالمي وكل حاجه او اي حاجه، احنا بنصمم تصميم على السريع علشان المبتدئين يعرفوا. احنا حابين نجيب خلفيه، عايزين نجيب خلفيه تتحط في اللوحه من ورا. بنبدا ان احنا نروح على جوجل كروم او جوجل عادي، بتبدا ان انت تكتب مثلا كده خلفيات مثلا للتصميم.
احنا بنقول على كل حاجه واحده واحده يا جماعه. خلفيات للتصميم، هتبدا ان انت تجيب الخلفيه دي، لا الخلفيه دي ممكن تكون ضعيفه، فانت بتبدا تجيب هنا في المنطقه دي ادوات والحجم والصوره كبيره الحجم وتضغط عليها، فهيبدا يجيب لك الصور او الخلفيات اللي هي كبيره الحجم. فبتبدا انت تختار ايه؟ خلفيه، بتبدا تختار خلفيه، وليكن مثلا اي خلفيه انت تحبها. انا هختار اي خلفيه بشكل عادي جدا يا جماعه، هختار اي خلفيه، يعني اي خلفيه تيجي قدامي مثلا هختار الخلفيه طبعا اللي هتعجبك. انت هتبدا ان انت تختارها وتصمم على اساسها. انا مثلا هختار الخلفيه دي، لا خلينا مثلا في خلفيه غامقه عشان هنقول معلومه مهمه. مثلا خلفيه زي الخلفيه دي مثلا هتبدا تظهر قدامك بالشكل ده، هتبدا تدوس انت هنا كده وتقول فتح الصوره في تابوب جديد، كبرت قدامك وبتبدا ان انت تحفظ الصوره بتاعتك مثلا على الديسك توب هنا كده باسم مثلا وليكن محمد مثلا، اي اسم مثلا، او بتحفظها من غير حتى اسم مش مشكله، بتتحفظ عندك هي على سطح المكتب. بتبدا ان انت حتى هي من هنا كده بتنزل عندك كده، فانت بتبدا تشدها على الفوتوشوب او على التصميم بتاعك مباشره كده. التكبير بيكون ازاي يا جماعه؟ تضغط شيفت والت وبتيجي من الجنب من هنا وبتضغط ايه، بتمشي لفوق مثلا كده بالماوس، فبتكبر عندك بالشكل ده مثلا كده. هي كبيره عندك مثلا خلفيه سوداء، انا اخترت خلفيه سوداء عشان هنقول عليها ايه حاجه دلوقتي. عندك الخلفيه السوداء كده بالشكل ده، بتيجي انت مثلا تختار اللون. بنشوف مثلا تصميمات كتير جدا قدامنا في الطرقات، بتلاقي المصمم مختار لون خلفيه اسود مثلا وعامل عليها الكتابه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده باللون الاحمر مثلا، ده لا يليق طبعا، وبتيجي مثلا انت تعرضه على الطريق ما بيكونش كويس، ما بيكونش كويس. فانت بتيجي مثلا لازم انت تغير اللون، لو لون الخلفيه غامق يبقى لون الكتابه يكون فاتح والعكس، يعني مثلا لون الكتابه عندنا هنا بالاحمر مش كويس، فانت بتبدا تضغط على اللير بتاعك وبتبدا تخش هنا كده تضغط ضغطتين، هتيجي عندك النافذه دي هتضغط على كلر عشان تغير لون، فهو لسه باللون الاحمر، فبتضغط هنا تغير اللون بتاعك مثلا ابيض، ابيض كويس، اصفر برضو كويس مثلا، مثلا احنا بنقول مثلا، وتضغط مثلا اوكي. عايز مثلا تعمل ستروك، بتدوس ستروك وبتغير مثلا اهو مثلا يعني ايه، احنا مش بنصمم تصميم يا جماعه واو، احنا بنصمم تصميم للناس المبتدئين مثلا عايزين يعرفوا عن الفوتوشوب وعايزين يصمموا تصميمات في البدايه تكون ايه تساعدهم حتى ان هم يعرفوا عن الفوتوشوب، ونضغط اوكي. مثلا ليله العمر، هو الاسم كده مش كويس، عايزين نغير مثلا او نصغر الاستروك بتاعنا، بنصغره مثلا من هنا كده من المنطقه دي بنصغره اهو كده مثلا. كوافير عايزين نغيره للون الابيض، بنضغط هنا ضغطتين كده، بنقف طبعا على اللير بتاعنا، كل الشغل بتاعنا هنا، وبنغير اللون بتاعه كلر وبنغير اللون الابيض وندوس اوكي واوكي. تسريحات عالميه مثلا عايزينها باللون الابيض، فاحنا بنيجي هنا كده وبندوس الت وبناخد الافكتس دي هنا وبندوسها هنا، بنحطها هنا على دي فهي بتتغير مثلا، او بناخد من هنا من كوافير لهنا اهو فهي بتتغير. تمام. عايزين بقى نحط صورة مثلا في الجنب هنا، نحط صورة في الجنب هنا، فبنيجي نروح على الجوجل، على جوجل اهو مثلا، وهنكتب مثلا صورة كوافير مثلا، او كوافير سيدات مثلا. طب ما نخليها مثلا عشان ايه ما نجيبش صورة سيدات ونشيل ذنب، نخليها مثلا كوافير رجالي مثلا اهو، عشان نجيب مثلا صوره ونبدا ان احنا ايه نقطع عليها مثلا. عايزين الصوره دي مثلا اهو، او الصوره دي، دي على فكره ممكن يكون لوجو بس مش مشكله. اخترنا مثلا حاجه زي كده، بنبدا نعمل فتح الصوره في علامه تابوب جديده، هتظهر عندنا الصوره بالشكل ده. هنضغط، شايفين العلامه اللي قدام حضراتكم دي اللي هي الماوس ده، بنضغط كده على الصوره عشان تكبر قدامنا، وبعدين نختار او بنضغط عليها كده وبنشدها
على الفوتوشوب ما جاتش معانا يبقى لازم نحفظها. نضغط كده كليك يمين بعد ما كبرناها ونعمل حفظ الصورة باسم، هتروح على سطح المكتب نضغط مثلا سيف، هتجيلنا هنا في المنطقة دي، هنبدأ نشدها زي التانية بالظبط على الفوتوشوب، هتجيلنا بحجم كبير. تمام، الصورة قدام حضراتكم كده، احنا عايزين نطلعها فوق، هي كده اللير كده تحت وليلة العمر هي اللي فوق هنا لو شفنا هنا، فعايزين نطلعها فوق، فبنضغط كنترول وشيفت وحرف الدال في الـ الكيبورد. تمام، الصورة قدامنا كده مثلا اهي، احنا عايزين مثلا الخلفية، لون واحد، الخلفية قدامنا دلوقتي لون واحد، احنا عايزين مثلا هنشتغل مثلا الاسم ده، بنضغط كده بناخد دي وبنضغط، وبعدين بنضغط هنا بنشتال دي مثلا الاسم ده، وعايزين نشتال الاسم ده مثلا اهو 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 كده. وليه طبعا في طرق تانية، هنضغط هنا كده على ماجيك ويند تول ونضغط هنا ضغطة واحدة، هيبدأ يلم لي كل الأبيض اللي موجود في الصورة، ونضغط هنا ديليت، الصورة ظهرت عندنا بالشكل ده. هنبدأ ان احنا ناخدها ونعمل لها تصغير، بس هي برضه هتحتاج ايه، خلفية مستقلة، مش مشكلة هنعملها دلوقتي حالا. جت عندنا بالشكل ده، هنبدأ ان احنا مثلا نعمل هنا كده، ناخد البين تول ونعمل مثلا شكل وليكن بالشكل ده اهو، احنا بنعمل بشكل سريع يا جماعة، وبعدين بنضغط ميك سيليكشن ونضغط اوكي، لازم دي تكون صفر اوكي، ونيجي على اللير اللي هو اسمه محمد اللي هو ايه الخلفيه بتاعتنا، ونضغط مثلا لون ابيض وليكن ابيض، ونضغط كنترول وديليت، كنترول وديليت ما جاتش معانا، نضغط لير جديد ونضغط كنترول وديليت، هتيجي عندنا بالشكل ده، وهتبقى الخلفيه عندنا بيضاء. وبكده تكون خلصت حلقتنا وعملنا تصميم سهل جدا وبسيط، وممكن ما يكونش تصميم واو، ولكن بالنسبة للناس المبتدئين في مجال التصميم هيعجبهم الشرح جدا لأنه بسيط وسهل. جينا مثلا عايزين نعمل هنا تحت دي مثلا كده، مثلا عايزين نعمل ايه، عايزين ندخلها جوه حاجة زي كده، جوه مستطيل زي كده، وتكون الكتابه فوق، بنضغط احنا على دي وبنعمل اللي احنا عملناه كده، بنشد كده خط اهوت الشكل بتاعنا اهو مثلا، ونعمل لير جديد ونضغط هنا ونختار لون مثلا لون وليكن احمر، ونضغط اوكي، او لون من الالوان اللي موجوده في الخلفيه مثلا لون مثلا ده، ونضغط اوكي مثلا اوكي، ونبدا ان احنا نضغط كنترول وديليت مثلا، جت عندنا بالشكل ده. عشان ننزل لتحت بنضغط كنترول ننزل اللير ده، اللير ده لتحت عشان الكتابة تبان، نضغط كنترول وحرف الجيم في الكيبورد هينزل تحت يبان لنا. عايزين ننزل كمان بنضغط نفس النظام، بنكرر الخطوة تاني، عايزين ننزل برضه عشان هنا عندنا ده ما يبانش، بننزل كمان، تمام، بس احنا عايزين مش يبان بس، بنصغر ده مثلا كده هيصغر معانا اهو، نظبطه هنا كده في المنطقة دي، وعايزين نعمل لها سحبة، بنيجي على اللير بتاعنا اللي هو ده اللي احنا عايزين نعمل عليه سحبة، وبنيجي هنا وبنختار أول واحدة مثلا، وبنضغط كده وبنضغط كنترول وبنضغط كليك يمين على الماوس، وبنضغط وبندوس فيزر، تمام، وبنختار مثلا 150 مثلا، نضغط هنا بنكتب هنا 150 ونضغط اوكي، هيجي عندنا بالشكل ده، فنضغط ديليت جت عندنا بالشكل اللي فيه تناغم ده، وممكن ان احنا ناخد اصلا الشكل ده ونعمل كده مثلا، يعني بقى الشكل عندنا برضو الى حد ما كويس، وكده يكون خلص التصميم بتاعنا. وزي ما قلنا في البداية برضو ان التصميم ده للمبتدئين، طبعا هنيجي لاخر مرحلة اللي هي مرحلة انك تحفظ التصميم بتاعك بعد ما خلصته.
تحفظ التصميم بتاعك بعد ما خلصته. انا التصميم مثلا كده عجبني وخلاص انا عايز احفظه، فانا بدوس كنترول وشيفت وحرف الاس من الكيبورد طبعا. تمام، عندنا هنا بتغير الاسم اللي انت عايزه، مثلا وليكن بالمقاس اللي انت عامل بيه اللوحة 2 متر في متر مثلا، بانر بتكتب مثلا كده وعايز تحفظ مثلا على الديسك توب. لو انت التصميم بتاعك ده هتبعته على طول على المطبعة او هتطبعه على طول، فانت بتدوس هنا وبتختار تي اي اف اللي هي الاخيرة دي، تي اي اف تي اي اف. بس في نقطة لازم أن تكون واخد بالك منها، لو هتحفظ التصميم عندك عشان تشتغل عليه فيما بعد مفيش مشكلة ان انت تضغط تي اي اف اللي هي الاخيرة دي وتضغط مثلا سيف وتختار اللي هي تاني واحدة دي ال زد دي دبليو وتقول اوكي اوكي مثلا. ده لو لو هتشتغل عليه فيما بعد، او لو حابب تحفظ التصميم عندك على طول تشتغل عليه بعد كده او تستخدمه في اي شيء بعد كده. طيب ماشي، انا عايز اخد التصميم ده على طول اوديه المطبعه، المطبعه تشتغل عليه. طبعا لازم يكون التصميم سي ام واي كي، هو دلوقتي حاليا ار جي بي. بنعرف منين؟ من امج ومود، وهو هنا ار جي بي، فبنخليه سي ام واي كي، او لازم من البدايه نكون شغالين سي ام واي كي زي ما قلنا في الاول. تمام، عايزين ان احنا نشتغل، مش عايزين نشتغل على التصميم بعد كده في حاجه وخلاص، احنا ورينا التصميم للعميل وعايزين ان احنا نبعته على المطبعه. بنبدا ان احنا نعمل فايل وسيف، او بنضغط زي ما قلنا كنترول وشيفت واس، او قبل ما بنعمل او قبل ما بنعمل كده بنضغط كنترول وشيفت واي عشان نقفل التصميم بالشكل ده، يكون مقفول قدامنا بحيث انه لما يروح المطبعه ما يعملش فيه اي شيء غير انه يطبع على طول وخلاص. بعد ما عرفنا العناصر بتاعتنا اللي قدامنا بنضغط او نعمل كنترول زد تاني عشان نعملها قدام حضراتكم تاني، بنضغط كنترول وشيفت وحرف الاي في الكيبورد، بيبدا ان هو يعمل قفل للتصميم، قفل اهو بالقفل. تمام، وبعد كده بنعمل كنترول وشيفت واس، بنبدا ان احنا نحفظه، بنحفظه برضو ايه، بنحفظه تي اي اف، او لو عايزين نحفظه كصوره بنحفظه بينطبع كده وبينطبع برضو تي اي اف. هي لو راحت له صوره بتاع المطبعه هيبدا ان هو يعمله تي اي اف عشان يعرف يطبعه. ويعني مثلا اهو نعملها برضو اهي كنترول وشيفت واس، وبعد كده بنضغط تي اي اف، بنختار تي اي اف من هنا كده وبنعمل سيف، بيبدا ان هو يقول لي عايز تحفظه على التاني، اقول له لا عايز اغير مثلا الاسم بتاعه اهو مثلا، هيعمل سيف على طول. هنختار برضو نفس النظام ونعمل ايه، نعمل اوكي كده هيتحفظ عندنا. هناخد النسخه اللي احنا عملناها الاخيره ونبدا ان احنا نحطها على فلاشه او نوديها المطبعه ايا كان بالايميل او غيره. وأتمنى أي حد يكون استفاد ولو بقدر بسيط أنه يشترك معنا في القناة ويفعل زر الجرس، وما ينساش يختار الكل. وأترككم في رعاية الله وأمنه، وأي حد لسه ما اشتركش معنا في القناة يشترك، وأي حد لسه ما اشتركش معنا في الجروب أو جروب الواتساب علشان يتابع الجديد بتاعنا ويتابع الدروس بتاعتنا على الواتساب، يتفضل في الديسكريبشن تحت سايب لكم رابط الجروب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب.